أكلمكم عن علاقتنا بربنا اللي هي كلها حب. سفر نشيد الأناشيد عبر عنها في طريقة ممكن تتفهم غلط، لكن هي ما ينفعش تتفهم غلط بسبب مجموعة آيات بتؤكد إن الكلام مش ما بين واحد وواحدة، ده ما بين النفس البشرية أو الكنيسة والمسيح. وقت قد إيه يا أبونا بعد إذنك؟ لا يعني تقريبا. طيب مش هطول عليكم. وقت قد إيه؟ صحيح يعني؟ طيب مش هطول عليكم. مش هطول عليكم. في بعض الآيات ما تنفعش تكون واحد وواحدة بيحبوا بعض يقول لها كده، يعني مثلا في آية يقول لها شعرك حلو قوي زي شعر المعيز، مش ماشية. يقول لها رقبتك حلوة قوي كأنها برج سلاح، مش ماشية برضو. يقول لها مثلا انت عاملة زي الحصان بتاع فرعون، يعني الواحد يقول غزال مثلا لكن ما يقولش حصان. يعني في حاجات كتير كده جاية في الموضوع. ما تخلي الكلام ما ينفعش غير ان يكون حب. وهي بتوضح لنا ليه العروسة بتحب العريس وليه العريس بيحب العروسة. فهنقي بعض آيات، مش هاخد الموضوع كله، لكن هنقي بعض آيات نطلع منها ازاي احنا نحب ربنا وازاي نفهم قد ايه ربنا بيحبنا. لان من غير شك ان علاقة الحب دي حاجة جميلة قوي، بتخلي الانسان فرحان ان في حد بيحبه. ودي في اسمى درجاتها في الناس اللي هم حبوا ربنا واستغنوا حتى عن محبة العالم كله او محبة الناس والبشر، لقوا ان محبة ربنا دي اغلى بكتير. فبتقول العروسة او الكنيسة او النفس البشرية يقبلني بقبلات فمه، يعني يا ريت يبوسني بوسة حلوة. مين اللي يبوسني؟ هي عروسة بتكلم واحد تقول له يا ريت هو يبوسني مش يا ريت انت تبوسني. وده اول كلام معناها انه لو واحدة بتحب واحد وبتقول له يا ريتك، تقول له يا ريت انت تبوسني مش يا ريت واحد تاني اللي يبوسني. انما هي بتتكلم مع المسيح او مع الاب وتقول له يا ريت المسيح يقبلني بقبولات فمه. الموضوع في كده، في اب وابن. بتكلم الاب وتقول له يا ريت تبعت المسيح يبوسني بوس. امتى المسيح بيقبلني؟ القبله احنا لما واحد بيبوس حد بيحط فيها كل مشاعر الحب ويطبع قبله كلها محبه، يعني يا ريت المسيح يحسسني بحبه. امتى المسيح بيحسسني بحبه؟ امتى الواحد بيحس قوي ربنا بيحبه؟ يكون الواحد مزنوق في مشكلة وعمال يصلي ويقول له يا رب امتى هتتدخل؟ أنا محتاج إن أنت تتدخل. ويبص يلاقي إيد ربنا بمعجزة اتدخلت، يقول له يا سلام أنا قد إيه حاسس بمحبتك؟ ده أنت كان ممكن تسيبني أغرق، لكن أنت كأنك قبلت لي قبلة كلها حب، ده أنا كنت هضيع وأنت تدخلت وكأنك احتضنتني. زي مزمور تاني يقول لك أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. يعني أنت كنت هضيع لكن أنت خدتني في حضنك. يا إيه المحبة دي؟ علاقة حب. أمتى كمان المسيح يدينا كده قبلة جميلة كلها حب؟ يا يحصل معانا موضوع ما يعجبناش والواحد يتضايق، ليه ربنا ما سمحش بالموضوع ده؟ وازاي وربنا بينه مش موجود وبينه نسيني؟ وتلف الايام ويفهم ويقول له يا رب انت قد ايه بتحبني ان الموضوع ده ما مشيش، ده الموضوع ده لو مشي كان زماني غرقت. يا قد كده انت كنت بتحبني وانا ساعتها كنت مش فاهم وبتهمك ان انت مش واخد بالك وان انت مش بتحبني. هو حد بيلعب في الميكروفون ولا ايه؟ عمال يعلى يوطى. اوكي. يا ريتك يا رب تحسسني بمحبتك، تحسسني ان انت بتحبني في كل موقف مش فاهمه وافهمه بعدين اقول له يا. وحتى لو ما فهمتش صدقني انا عارف ان انت منعت الموضوع ده للخير، مع اني مش فاهم حاجه. انا حاسس بحبك، حاسس ان انت وقفت الموضوع ده بس اكيد انت قصدك خير.
المسيح يقبلني بقبلات فمه. يقول لي كلمة حلوة، واحد يفتح الإنجيل ويلاقي كلام حلو قوي. مش ساعات واحد يكتب لواحد جواب حلو، يمسك الجواب يبوسه كده، الكلام ده ايه الكلام الجميل ده؟ حتى الانجيل نفسه عبر عن كده، لقيت كلامك حلو فاكلته. تفتح الانجيل وتلاقي مثلا وعود، وتلاقي ربنا بيقول لك كلام حلو قوي، كانه بوس، كانه قبلات. يا ده الانجيل مليان. واحد متضايق يفتح الانجيل يقرا يلاقي كلام عايز يقول له ايه الكلام الحلو ده؟ انا كنت ليه سايب نفسي متنكد ومتضايق؟ ليه ما فتحتش الانجيل وقريت الكلام ده؟ ليه؟ انا مش حاسس ان انت بتحبني، انا اللي بحرم نفسي من ان احس بحبك. ليقبلني بقبلات فمه، كويس قوي ان الواحد يفهم ان قد ايه ربنا بيحبه. لان حبك اطيب من الخمر. يقول لك هو هيتكلم عن الخمر بقى. هو الحقيقه الكلمه دي في مدلولها بالظبط الخمر منين ما يجي في الكتاب المقدس معناه ايه؟ الخمر منين ما يجي في الكتاب المقدس معناه ايه؟ منين ما يجي معناه ايه؟ معناه فرح. لان الخمر زمان في الافراح كان بيتقدم على اعتبار انه هو ده المشروب الوحيد الموجود. يعني احنا لما نيجي البنت عروسه كده نقول لها امتى بقى نشرب الشربات؟ بتفهم ان احنا عايزين نشرب شربات ولا تفهم على طول احنا قصدنا ايه؟ قصدنا يعني نشرب الشربات، يعني هنفرح، مش كده؟ لما مثلا يجي مثلا الولد في ثانويه عامه اقول له عايزين نشرب الشربات بقى، يفهم قصدك على طول ان انت تتخرج ويجيب مجموع كويس واحنا نفرح. كلمه الخمر في الكتاب المقدس تعني نفس الموضوع، امتى بقى نشرب خمر ونعمل فرح؟ فاهمين؟ منين ما تيجي الكلمه ما تتخضوش، معناها بالظبط امتى نشرب الشربات. لان كان الشربات الموجود حتى الاكليل اللي باركوا المسيح في عرس قانا الجليل ما كانش عندهم مشروب يتقدم الى ده، ولان ما كانش فيه فكانت هتبقى فضيحه كبيره قوي. فالعذراء يعني طلبت المسيح انه يتدخل، المسيح عمل معجزه، اول مره كان يعمل معجزه وعشان ينقذ الموقف، ما فيش شربات يتقدم. فهو هنا بقى بيقول له حبك اطيب من الخمر، احلى من احلى فرحه. تصدق ان الواحد يحس ان ربنا بيحبه، ان هو بيحب ربنا واخد ربنا في حضنه وعمال يتغزل فيه، احلى من احلى فرحه. اللي بيفرح باي حاجه بيفرح شويه وبعد كده خلاص، فرح اول ما نجح، فرح اول ما اتجوز، مش كده؟ كله فرح اول ما اتجوز شويه وبعد كده خلاص بقى، يعني كل سنه وانت طيب. مفروض بقى بيقول ربنا حبك احلى من احلى حاجه فرحتني في حياتي. مشاعر جميله قوي ان الواحد يوصل علاقته بربنا لحب جامد، لرائحه كل ده. العروسه بتكلم العريس، بعد شويه هو يبتدي يرد عليها بكلام برضه كل حب اكتر، يقول انا بحبك قوي، لرائحه ادهانك الطيبه اسمك دهن مهراقه. تقول له ده انا لما باخدك في الحضن بشم ريحة أذهانك الطيبة قوي. لما تاخد المسيح بالحضن تشم ريحة حلوة. لما تكون واحدة بتحتضن قديس والقديسين والكنيسة تشم رائحة عطرة، احنا بنعبر بأنها رائحة عطر. لما تكون واحدة واقفة في المطبخ بتعمل كشري وهي بس تدخل من على الباب من بره كده، لسه احنا بعيد يعني، لسه مسافات، كلها تقول ما شاء الله الظاهر انها عملت الكشري وجات على طول نسيت تغير الهدوم، ريحه الكشري ماسكه فيها والزيت والتقليه. الريحه دي بتيجي من ايه؟ من المكان اللي انت موجود فيه. ابونا قاعد طول النهار في الكنيسه عمال يعمل بخور وعشيه وقداسات وطالع ريحته بخور، تيجي تاخد ابونا بالحضن تطول شويه في الحضن، الحضن حلو وريحتك حلوه. حتى ريحه البخور يعني دارت على اي روائح ثانيه، ريحه القداسه بتدوب اي حاجه ثانيه وحشه. واللي ريحته بقى كشري واللي ريحته سجاير، مش عايز تسلم على واحد اول ما تاخده بالحضن تقول له مش هبطل سجاير بقى، ريحتك ضربه سجاير كلها. القداسه بتعمل ريحه حلوه والحاجات الوحشه بتعمل ريحه وحشه. فهنا العروسه بتقول للعريس ريحتك حلوه قوي، انا بحب احضنك كده وابقى فرحانه. بمعنى ايه؟
ان ريحه القداسه ممتعه. اما بعض مش بتجربت تروح اديره وتسمعوا قصص القديسين؟ احنا كان معانا رحله كنا بنزور الاديره، زرنا دير مريمينا وزرنا دير الانبا بولا ودير الانبا بولا، كانت 3 ايام اللي فاتوا، وعمالين يحكوا لنا عن ابونا يسطس ومعجزات ابونا يسطس ومعجزات البابا كرولوس. الواحد كده قاعد، الله ايه الريحه الحلوه دي، الكلام الجميل ده، ده عالم في دنيا تانية خالص. طبعا لما تقعد مع ناس بتتكلم كلام فارغ حاسس انك شامم يعني ريحه كشري فعلا يعني، او يمكن حاجات تانية ملهاش مش حلوه. فهي العروسه بتقول المسيح انا لما بقرب منك قوي وبدفس فيك ببقى مبسوطه قوي، كل ما اقرب للمسيح ببقى مستمتع. يا ريتك تجذبني وراءك، شدني كده يا رب اجذبني وراك. ايه مفروض في اجري؟ شدني وراك وانا اجري، لكن دي بتقول له اجذبني نجري. مين اللي يجري معاها؟ بتقول له يا ريتك يا رب تجذبني وانا اجيلك مش لوحدي. مين اللي المسيح شدها راحت جابت كل البلد بتاعتها؟ السامرية. ومين تاني؟ اي حد فكر. المسيح شد بولس الرسول بس. بولس الرسول عمل ايه؟ جاب له العالم كله في ذلك الوقت. بس انت بس شدني انا، شوف ابونا بس لما يتشد لربنا يخلي الكنيسة كلها تجري وراه. ابونا بعد عن ربنا الكنيسة كلها شردت. عشان كده بنقول يا رب الرعاة دول خليهم يحبوا ربنا، لما يحبوا ربنا قوي هيعلموا الناس يحبوا ربنا زي ما هم بيحبوا ربنا. اجذبني وراءك، كل خادم يقول لربنا كده، بس انت خلي بالك معايا وخليني مشدود ليك، وانا اوعدك كل الفصل بتاعي يجي. رب الاسرة شدني ليك وانا اجيب لك الاسرة كلها. مش بنيجي في الاكليل ونلبس العريس زي الكاهن؟ ليه؟ عشان الشياكة؟ عشان نقول له انت الكاهن بتاع الاسرة. على فكرة انت اللي مسؤول روحيا عن الاسرة، يعني الاسرة دي لما مش هتروح الكنيسة انت اللي هتقول لهم يا جماعة احنا بقالنا كتير ما رحناش، لازم يلا حبيبي هنصحى الصبح ونروح الكنيسة. دي شغلانة العريس ولا شغلانة العروسة؟ ها؟ انتوا عارفين في الاكليل بنعمل ايه؟ بنلبس العريس كده كاهن. طب وهي بتلبس ايه؟ فاكرين ايه الهدف من اللي هي بتلبسها دي؟ عارفين ولا لا؟ الناس بيفتكروها عشان بس يغطي، الموضوع مش كده خالص. موضوع ان دي نعمة، نعمة الاكليل انت وهم اخدتوها. عشان كده الكاهن بيبارك الحلل اللي هيلبسها العروسة والعريس، كانت في الطقس اصلا، بس يمكن بتاعة العروسة اهملوها فترة ورجعوا لها تاني، فلما رجعنا لها تاني الناس افتكرت عشان تغطي بس الحاجات اللي الناس بتعملها، لكن مش ده المقصود. المقصود ان دي نعمة، بس هو بقى كاهن، انت كاهن الاسرة، انت اللي مسؤول ان انت تقود الأسرة روحيا. فاجذبني وراءك فنجري. لو رب الأسرة بيحب ربنا هيحبب ولاده يحبوا ربنا. كنت مع أحد الكهنة وبيحكي لي عن كاهن، فبيقول لي أنا من 40 سنة كنت رسمت جديد في المنطقة ورحت افتقد، فخبطت على البيت ده لقيت اب قاعد مقعد 2 ولاد صغيرين في ابتدائي مقعدهم جنبه على الارض فاتح لهم كتاب التسبحه وعمال يحفظهم وهم يقولوا وراه وعمال يعلمهم ازاي يقروا ابتي. فبقول دخلت انبسطت قوي، قلت هو ده اللي عارف يربي ولاده صحيح. النهارده الاثنين ولاده بقوا 2 كهنه. فبقول انا ما استغربتش لما الاثنين عيال دول طلعوا 2 كهنه، ما هو ابوهم كان بيعمل كده. ابوهم علمهم نلبس شمامسة ونصحى الصبح نروح القداس ولازم نصلي عشان هو بيصحى يصلي، فعرف يخلي عياله يطلعوا كده على مستوى انهم ينفعوا كهنة. ليه؟ لان هو كان يصحى قدامهم الساعة 6 الصبح يصلي كل يوم بيشوف المنظر ده. اما يشوف المنظر ده كل يوم طبيعي يعملوا كده، لكن واحد لما يشوف باباه كل يوم يصحى يزعق ويتخانق ومامته تزعق والصوت يعلى هيطلع ايه ان شاء الله؟ طالع شارب اللي هو شايفه، طالع واحد شايف ما يخشش كنيسة خالص هيطلع يعني مش بتاع كنيسة، مش فارقة معايا. كنت في موقف مرة يعني بصراحة يضحك، يعني كنا بنحضر جنازة واحد عشان واحد قال لي تعالى احضرها فرحت، وبعدين الست مراته داخلة تصوت عادي يعني واحد ميت مراته داخلة بتصوت، بس لانها بتصوت بتقول ايه؟ يلا عمرك ما دخلت كنيسة، اديك دخلتها غصب عنك يا حبيبي. قلت لك تعالى ما رضيتش تيجي، اديك جيت بس شايلينك.
ما رضيتش تيجي بالذوق جيب بالعافيه. ما هو طب يا ست اسكتي خلاص. واحد من الواقفين قال لي تفتكر الصلاه اللي احنا هنعمله ده هيفيد الراجل ده؟ قلت له تقريبا لا. واحد عمره ما دخلش الكنيسه باين شكله كده من ساعه الفرح، والمره دي اول مره يدخل. يعني كنا بنصلي عشان الناس اللي موجوده، انما ما اعتقدش انه هيستفيد حاجه. المسؤوليه ان انت تشدني ليك يا رب انا اجيب لك الناس. كل كاهن اسره يعمل كده وكل كاهن يعمل كده. انا اجذبني وراءك فنجري، ادخلني الملك الى حجاله. يعني ايه الملك دخلني لحجاله؟ يعني اوضته الخاصه. القديسين بيشوفوا حاجات وبيسمعوا حاجات احنا ما بنسمعهاش. علاقته بربنا غير، في دنيا تانية، يعرف خصوصيات احنا ما نعرفهاش. ابونا ابراهيم ابو الاباء، ربنا لما حب يحرق سدوم وعموره قال ما اقدرش اخبي عنه، ده حبيبي ده لازم اقول له كل حاجه. تصوروا بقى ربنا بتواضعه بيتكلم مع ابونا ابراهيم ويقول له على فكره الناس دول اشرار قوي والخطيه دي انا متضايق وانا بفكر ان انا احرقهم. قال له لا، يعني لو في ناس كويسين هيضيعوا اونطه، كمان من جسارته يعني من كتر ما احنا اصحاب، افرض ان في ناس كويسين هيضيعوا اونطه. قال طب نعمل ايه؟ قال لو فيهم عدد معين وفضل يفاصل معاه في الاخر ما لقاش خمسه. فقال له بقى يعني ايه كامل العدد؟ ماليش دعوه خلاص، ما فيهمش حد كويس، ما قدرش يفاصل مع ربنا. معناها ان الناس دي بتعرف حاجات احنا ما نعرفهاش. حد كان عارف ان ربنا هيولع في سدوم وعموره غير ابراهيم ساعتها؟ اسرار مكشوفه ليه. لما العذراء ظهرت في الزيتون هنا عندكم وراحوا قالوا البابا كرولس العذراء ظهرت، لو مش مخدود. مش مخدود ليه؟ أنا تقريبا قايلها له قبل ما تظهر على فكره انا هظهر. فقال لها كويس خالص. قال لهم طيب كويس. وفي دير مرمينا كان يحكي لنا سيدنا انبا كرولس عن واحد كان نفسه يشوف مرمينا، وقال له اشمعنى انت تشوف مرمينا؟ انا عايز مرمينا يجي لي. فقال له طيب يا اخويا. فالراجل قاعد نايم كده بص لقى الباب بيتفتح عليه وواحد داخل، هو اتخض راح شدد اللحاف عليه مستخبي ومن الخوف نام. وراح تاني يوم يسلم على البابا كرولوس ونسي الموضوع. قال له مش انت اللي كنت عايز تجي لي؟ اه جالك. خفت ليه لما جالك؟ خفت ليه لما انت مش قد الحاجات دي؟ عايز تشوف اديك شفت. انما القديسين داخلين في اسرار ثانيه احنا مش فاهمينها. مش بتسمعوا عن شفافيه القديسين؟ جاب منين الشفافيه دي؟ ادخلني الملك الى حجاله. لما تحب ربنا قوي تلاقي نفسك عرفت حاجات كتير قوي ما كنتش عارفها على قد درجتك يعني. فكل ما نحب ربنا كل ما نكتشف حاجات ما كناش فاهمينها. نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك اكثر من الخمر، نحبك احلى من احلى حاجه. بص العروسه بتقول ايه؟ انا سوداء وجميله. خلي بالكم في جنوب افريقيا مش عارف بيعملوها الايه دي ازاي. قالوا لي هناك لما يرسموا الصور ما يعملوش الشيطان اسود عشان ما يزعلش الناس كلها سود فما يزعلش، فبيقلبوا بيعملوا النيجاتيف بتاع الصور، يعني يجوا على الملائكه يعملوها اسود وعلى الشيطان يعملوها ابيض عشان ما يبقاش فيها جرح ليهم يعني. فهو انا سوداء وجميله لان ده مجتمع يهودي طبعا ابيض، فالاسود ده هو بتوع حبشه بتوع كوش اللي هم مش بيعتبروهم حلوين. قصده يعني يقول ان الخطيه خلت شكلي مش حلو. بس مش عارف ان الحته دي تتقال ازاي في البلاد دي، لازم تتظبط يعني بحيث ما تجرحهمش. انا سوداء الخطيه خلتني وحشه. ده انا في نظر نفسي ان انا وحشه. انا وحشه بس جميله في عينيك. ربنا لانه بيحبنا قوي ما بيقرفش مننا، احنا بنبقى قرفانين من نفسنا وحاسين ان احنا مفيش حاجة عدلة. لكن هو مش بيفكر كده. زي الابن ما بيكون مش بيتصرف كويس وفاكر ان ابوه عايز يقطع رقبته. وابوه نفسه الواد يتصلح بس. مش ابني حتى لو كل الحاجات اللي بيعملها غلط نفسي بس يبقى كويس. شفت الام وهي بتغير لطفلها الهدوم؟ بتغير له وهو عامل حاجات عايز يتغير له. وهي عماله ترتل يا حبيبي جميل يا جميل ايه فين ده بمنتهى القرف. بس مش معاها. ليه مش قرفانه منه؟ عشان ابنها.
لكن ربنا بيتعامل معانا كده، بنعمل حاجات تقرف، انما ربنا مش قرفان مننا خالص. ده تفكيرنا احنا ان ربنا قرفان مننا، مش دي الحقيقه. ليه بتفكر ان انا قرفان منك؟ انا مش قرفان منك، انا قرفان من اللي انت بتعمله قوي، لكن كل نفسي ان انت تصلح. مش عايز اضربك، مش عايز اذيك، انا بحبك. المفروض نفهم مشاعر ربنا من ناحيتنا. الابن الضال يمكن كان فاكر ان ابوه اول ما يجي ويقابله هياكله قلمين، فتفاجئ يقول لك ووقع على عنقه وقبله، يعني مش راح ضربه ولا قال له انت كنت فين، روح مطرح ما جيت، ما حصلش كده، راح واخده في حضنه، مع ان الابن الضال كان جاي ريحته ايه؟ خنازير يعني، جاي من زريبه، وما قرفش منه خالص. وابني حبيبي انا فرحان ان انت جيت. اذن فاهمين ان ربنا بيحبنا، وعشان بيحبنا لازم يبقى لنا وش مهما كنا مكسوفين، انما نبقى جايين عارفين انه بيحبنا، عارفين ان احنا مجرد ما نيجي هيقول لك خلاص كفايه كده، الموضوع خلص. هقرا معاكم جزء من اصحاح تاني، مش لازم يعني اكمل الدراسه على بعض، عشان اقول بعض صفات اخرى. ها انت جميله يا حبيبتي، المسيح بقى بيكلم الكنيسه ولا على فكرة انت حلوة قوي. انت بتبقي حلوة في عينيا، عيناك حمامتان. الحمامة اشهر حاجة في عينيها ايه؟ البساطة. كلكم هتقولوا دي اول حاجة. عينك حلوة لما تبقى عينك بسيطة. المسيح بيقول لكل واحد وواحدة والكنيسة، بحب كده لما تبقي بسيطة، مش لما تبقي مش بسيطة. إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة. في واحد شايف كل حاجة غلط. الحرامي فلاح يسرق الصبح ماشي يقول يا كل الناس دي حرامية، واخدين بالكم؟ شايف كل الناس حرامية عشان هو حرامي اسقاط يعني. واللي بيعمل حاجات غلط يقول لك كل الناس دي بتعمل حاجات غلط، واللي بيرتشي يقول لك كل الناس دي لازم واخدة فلوس. شايف شره في الناس. فالمسيح بيقول انتوا حلوين قوي وانتوا بسطة، مش وانتوا يعني عينك شريرة. الحمامة رمز الروح القدس. عندنا امتى الاشهر موقف الروح القدس حل على شكل حمامة؟ معمودية. فعينك جميلة قوي وهي ممسوحة بالروح القدس، بقى عندك بصيرة روحية. في عين ممسوحة بالروح القدس، عشان كده لما بنيجي في المعمودية والميرون بندهن بالميرون هنا والودان والعينين كده على شكل صليب كده. يعني ايه العينين مدهونه بالروح القدس ممسوحه بالروح القدس؟ يعني عينين بتفهم، عينين عندها بصيره، تشوف ربنا في الاحداث، تقول يا ده اللي حصل ده في السنه بتاعه المرسي ده لما مسك، يا ده ربنا ورا الاحداث دي. هو لولا ربنا كان اتدخل؟ في واحد يشوف الاحداث يحصل يفهم الاحداث، وفي واحد ما مش فاهم حاجه. الله وراء الأحداث، حتى التاريخ الله وراء كل قصة في حياتي، حتى وراء مرض سمح بيه لازم لها. أي حاجة بتحصل ما فيش حاجة صدفة، ده كله ترتيب إلهي، ويشوف كده وعنده بصيرة روحية. شعب اليهود لما ربنا زعل منهم قال لهم يا الطور بيفهم والحمار بيفهم وانتم مش بتفهموا، ما عندكمش بصيرة. علشان كده على فكرة لما تشوفوا صورة الميلاد في الفن القبطي تلاقي لازم يحط حيوانات كتير في المزود، لكن لازم يحط اثنين، مين يعرفهم؟ الحمار والتور. ليه؟ عشان الآية بتاعت أشعياء يقول التور هو فاهم والحمار فاهم إن هذا هو المولود، هو المسيح المتجسد، وإلى الآن شعب اليهود مستني المسيح يجي. فعشان كده لما تبص في الصورة تلاقي الاثنين دول بالذات مقصود يكونوا موجودين تنفيذا للآية بتاعت أشعياء. في واحد يفهم وفي واحد مش عايز يفهم. بيقول انتوا جمال قوي وانتوا بتفهموا، وانتوا فاهمين مش تقرا تتلخبط. عيناكي حمامتان من تحت نقابك، انت متغطيه كده وعينيكي تحت زي الحمامه كلها خجل مكسوفه. في واحد داخل لربنا وبرضه هتيجي ايه زيها يقول لها خدك زي فلقه الرمانه. الرمانه لما بتتشق خدها بيبقى ايه؟ احمر. فكان المسيح بيقول لك كل واحد انت بتبقى حلو قوي وانت جاي مكسوف من نفسك، وبتبقى بتزعلني قوي وانت جاي متبجح.
ده يعمل حاجات وحشه تقول وانا هعمل ايه يعني، ما كل الناس تعمل كده، ما كناش هنعمل كده، ما ينفعش. اكتر حاجه بتضايق، تصور مثلا ابنك خد العربيه بتاعتك من وراك وراح عمل حادثه، وهو داخل يقول لك بابا انا اسف، اللي انت عايز تعمله اعمله فيا، سامحني انا غلطان. بص الزعيق اللي كنت هتزعقه راح. تخيل بقى لو دخل قال لك ما انا هعمل ايه يعني، ما انت من الاول كنت سبت لي العربيه، ما كانش حصل كده. تلاقي صوتك جاب اخر الدنيا ليه؟ انت كمان مش يعني غلطان وكمان بتقاوح. ربنا بيحبك قوي لما تجيب الملامه على نفسك، اما التبريرات منهج يغيظ ربنا اكتر. انا بعمل حاجات وحشه يا رب، بس كل الناس بتعمل كده ولازم نعمل كده، ما كناش نعمل كده مش هنعيش. يقول لك انت كده بتغيظني. لكن وانت جاي خدودك زي فلقه الرمانه وعينيك زي الحمامه من تحت النقاب خجلان وتقول لي انا اسف، انا بحب المنظر ده قوي. الفريسي لما دخل قال ايه لربنا؟ اشكرك يا رب، مش زي الناس اللي جايه هناك دي وعامله نفسها بتخش تصلي الحمد لله. والتاني دخل قال له بصراحه انا خاطي وانا بعمل كل حاجه وحشه. مين اللي عجب ربنا؟ اللي يقول له انا وحش. لما في واحد داخل يصلي وعمال يضرب بعينه على الناس، قال جايين عاملين نفسهم بيصلوا، قال ده مش عارف بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وفي الاخر حاجه. طب انت اول حاجه كده ضيعت ان ربنا يتقبل منك انت حجم، خلاص ما دام انت شايف الدنيا كلها كده. بيقول لها عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع الماعز، رب شعرك زي المعيز، شعر قطيع الماعز رابط عند جبل جلعاد. هو الحقيقه عند جبل جلعاد ده لما تبص من فوق تلاقي منظر القطيع وهو بيجري كده في انسيابيه، بيدي منظر جميل عامل زي موج البحر. قطيع ماشي جنب بعضه، مش كل واحده بعيده عن الثانيه، وماشي فشكله جميل. فهو بيمتدح المنظر كانه ايه؟ كانه بيقول يا رب انتوا شكلكوا حلو قوي وانتوا متجمعين بمحبه، وانتم متجمعين بتتخانقوا مع بعض. الاسره السعيده هي اللي كلها بتحب البعض، الاسره مش سعيده اللي كلهم عمالين يزعقوا في بعض. الاسره اللي بتحب بعض فيها كده منظر جميل. الكنيسه اللي بتحب بعض منظرها جميل، الشعب اللي بيحب بعض، الكنائس اللي بتحب بعض منظرها اجمل. في المزمور بتاعها هوذا ما احسن وما احلى، بيقول كالطيب كائن على الراس الذي ينزل على اللحيه لحيه هارون. يعني ايه؟ الطيب لما يتكب كده عند واحد عنده دقن زي هارون الكاهن كل الشعر يتبل، لكن لو في شعره كده طلع لوحدها كده مش ماشيه مع بقيه الشعر وتكب من فوق كده، في حاجه تيجي على الشعره البعيده دي، فالبركه بتنسكب. الراس دي هي المسيح والشعر ده هو الشعب، متجمع حوالين المسيح يتغذى منه، ومن غير الراس الشعر ملوش قيمه. الشعر ده لو اتقص ايه اهميته؟ ما هو جماله انه في الراس، الشعر ده وده. فلحيه هارون الكهنوت، الله يبارك الكنيسه او الله الاب يبارك من خلال المسيح الشعب لما يكون متجمع بمحبه، والشعب ما يباركوش لما يكون متجمع في خناقات. فاهمين المعنى؟ يعني ربنا بيحب الكنيسه قوي اللي بتحب بعض. في كنيسة جميلة بحب أروحها بس مش هقول لكم فين يعني. أكيد كل شعبها بيحبوا بعض. بحضر اجتماع خريجين وخريجات هناك كلهم متجوزين بعض. آخر مرة قلت لهم مين هنا مش متجوز؟ أربعة رفعوا أربعة. قلت لهم طب كويس، أربعة وأربعة يعني شدوا حيلكم. وكلهم متجوزين، ودايما بتصور مع المخطوبين وبعدين اللي متجوزين حديثا وبعدين اللي متجوزين وخلفوا. كل الكنيسه بتحب اجتماع، اجتماع بصراحه يعني جميل قوي، بس احسن تحبوا تروحوا هناك. مهم يعني بيحبوا بعض قوي، وبقى فرح كل واحده منهم كل الاجتماع يحضر. ومن محبتي للاجتماع ده انا بحرص في كل زياره ازور الاجتماع ده بالذات. من محبتي ليهم مره قلت لهم جمعوا معموديات واجي عمد مجموعه كبيره. جيت مره عمدت مجموعه كبيره قوي. ناس بتحب بعض، في محبة كده وجو حلو. لو حد يقول له ما دي كويسة وكلهم حلوين وبيحبوا بعض. تحضر اجتماعات تانية تلاقي خناقات، واحد يضير وشه عشان ما يشوفش حد، وناس مش بتسلم على بعض،
مفيش محبة. فربنا بيقول المنظر بتاعكم حلو قوي في المحبة. والمسيح قال آية كده، مين يعرفها؟ بهذا يعرف أنكم إن كان لبعضكم، أنتوا تبقوا تلاميذ لربنا تحبوا بعض، مش تلاميذ لربنا لما تكونوا بتاكلوا في بعض. فبيقول لها شعرك زي المعيز اللي بتحب بعض. طبعا الموضوع ولا معيز ولا حاجة، الموضوع بالتشبيه جميل قوي. انتوا حلوين قوي وانتوا بتحبوا بعض. اسنانك كقطيع الجزائز. الجزائز هي لما يجيبوا الغنمة ويجزوها، فلما يجزوا الشعر، الصوف، الصوف ده رمز للخطية. الصوف لما يتجز من الغنمة معناه ايه؟ معناها بتحلق الخطية وتشيلها وترميها وترمي الحاجات الوحشة وتغسلها بمية. التشبيه بقى معناه ايه؟ انتم جمال قوي وانتم طالعين من المعمودية، شلتوا الخطية بالتوبة، وكل شوية تتوب وتعترف وتتناول وتتوب، يعني انتم جمال قوي وانتم في حال التوبة. على فكرة احلى منظر ربنا بيحبه فينا لما نكون بنقول احنا على فكرة قررنا نبقى كويسين. انا مش كويس بس قررت ابقى كويس، ساعدني. احلى منظر. حته الجزرايه بتاعه مسلوقه، مش حته الجزرايه ناشفه. لما يكبر خالص ياكل ايه؟ ساندوتش كفته. لكن ينفع ولد صغير مولود بيرضع تكرمه وتديله ساندوتش كفته؟ هيفطس منك. يعني انا بحبكم قوي وانتم فاهمين مين ياخد ايه، واخدين بالكم؟ انت مبتدئ روحيا كويس قوي ان انت تعمل كده. انت متقدم روحيا لازم تعمل اكتر من كده. فانتوا حلوين قوي وانتوا في حاله نضج. اللي ما عندوش النضج الروحي ده يشوف اي حاجه كده يتكلكع من عيشته. يعني مثلا يبص على الكنيسه الاولى يلاقي يهوذا بيسرق في الصندوق والمسيح ساكت، يقول لك شوف اللي بيحصل في الكنيسه، ادي المسيح اهو سايبه حرامي وعارف وساكت، انا مش رايح تاني. كله ده اي كلام اهو. انا متاكد انه فعلا عنده حق، يهوذا بيسرق. لكن هو مين؟ فين النضج الروحي؟ فين ان انت تستوعب؟ بطرس اهو، اهو انكر، التلاميذ كلهم ناموا كلهم وسابوا المسيح، ساعة الجد كلهم سابوه. كنيسة ضعيفة. لا ده انت اللي مش فاهم. النضج الروحي انك لما تشوف حاجة غلط، تدرس أي شخصية في الكتاب المقدس تلاقي فيها نقاط ضعف جامدة جدا. مرة مثلا واحد شاب أبونا بيسأله بيقول له بعمل حاجات وحشة، قال له يعني بتزني؟ قال له طبعا. فابونا اتغاظ من بجاحته قوي، قال له طبعا ليه؟ قال له مش داوود النبي زنى وانا احسن من داوود النبي؟ يعني انت حضرتك ما عرفتش حاجه من داوود النبي انك انت سمعت انه زنى فاعتبرت هذا تصريح؟ لا طبعا، انت مش فاهم حاجه. داوود النبي ده قديس كبير جدا، وان كان حصلت غلطه كبيره جدا جدا الا ما لغتش قداسته وعاش وتاب قدم توبه عنها. وانت لازم تفهم الموضوع، مش تفهم على مزاجك. لما تدرس اي شخصيه في الكتاب المقدس ممكن تلاقيه عمل حاجات ما عجبتكش في مراحل حياته. ابونا ابراهيم، يعقوب، ابو الاباء، كل واحد دي اخطاء. كل الكتاب المقدس ما فيش حد يخلو من خطا. لكن اللي مش ناضج بقى يقول لك لا 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 لا، اللي مش ناضج ما يعرفش يقرا سفر النشيد اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. لا لا انا ما كنتش فاكر ان عندنا في الانجيل فيه الحاجات دي. ايه ده طلع الانجيل بقى غلط؟ لا انت مش فاهم بس. بدليل هو بيقول لها شعرك زي المعيز، بعد شويه يقول لها برجك زي السلاح، كلام مش ماشي. انما اللي ناضج يبص ويفهم. معلش حتى ان كان هناك اخطاء، انما ده شخصيه عظيمه، حتى انا عمل تصرف ما عجبنيش، واثنين وثلاثه ناضج. اللي مش ناضج لا 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 لا، الشيطان يضحك عليه ويخليه ينسحب وهو الخسران. اسنانك قطيع الجزائز الصادره من الغسل، اللواتي كل واحده منها متأم وليس فيهن عقيم. كل واحد منهم متأم وليس فيهم عقيم. كل واحد يجي الكنيسه يجيب معاه واحد، كل واحد يجي ربنا يجيب معاه واحد، مش كل واحد يجي ربنا يقول بس مهم انا والباقيين مش مهم. كل واحد حب ربنا ما قدرش يسكت. مره مسكوا يوحنا وبطرس ضربوهم علقه، قال لهم ما تجيبوش سيره المسيح ده تاني. عارفين رد لهم ايه؟ مش هنقدر، مش هنقدر ما نجيبش سيرته تاني، لان مش هنقدر، احنا بنحبه ومش هنقدر، لا يمكن ان نسكت.
اللي بيحب واحد لازم يجيب سيرته. شفت حد في مرحلة الخطوبة كده كل شوية عمال اجيب سيرة خطيبها، مش عارف النور ايه، ولا هو هنا مش عارف كان عمل ايه. حد جاب سيرته دلوقتي؟ ما بيحبش الازرق كويس. انا سألتك هو بيحب ايه وما بيحبش ايه؟ اي حاجة بتربطها بيه ليه؟ مركزة معاه ده في الخطوبة بس، بعد كده بقى صوت طيبة. يحب ما يحبش ربنا معاه يعني. لكن اللي بيحب واحد في مرحلة الحب الجامد ده مركز قوي. فبيقول لها كل واحد متأم يجيب واحد معاه. شفتاكي كسلكة القرمز، القرمز ده لونه أحمر، شفايفك حلوة قوي وهي عليها دم المسيح وانتوا بتتناولوا. كان المسيح بيقول لك انت جميل قوي وانت داخل تتناول رغم كل الخطايا اللي فيك، انما انت بتتقدم للتناول وتقدم توبة كل يوم، دي احسن حاجة. احنا ليه بنكرر التناول كل يوم؟ عشان كل يوم هنقع ونتوب كل يوم. فحلو قوي، مش واحد يقعد طول عمره يستعد للتناول بقاله 20 سنة بيستعد وخلاص هيموت وهو لسه ما استعدش. يقول لك اصل انا نور ونار ما ينفعش. لا لا، التناول ده حاجه كبيره قوي. لما ابقى كويس ان شاء الله هبقى اجي لك، يبقى قابلني ان جيت اصلا. كنت انت هتبقى كويس؟ مش هيحصل. انت فاكر يعني انت هتبقى كويس؟ يقول لها عنقك كبرج داوود. المسيح بيحب الكنيسه وهي رقبتها مدججه بالسلاح. الكنيسه رقبتها فيها سلاح. احنا ايه اسلحتنا في الكنيسه؟ عندنا أسلحة؟ أسلحة روحية طبعا، مش عندنا الآلي مش أسلحة، مش المقصود كده. وده أكبر دليل على أن الكلام رمزي. وإحنا نتكلم على أسلحة، نتكلم على كلام، لأن أسلحة محاربتنا روحية مش جسدية. يعني مش هنسيل سلاح. الترنيمة اللي بتقول سلاحنا ده إيه؟ صوم وصلاة. إحنا نقلنا جبل المقطم إزاي؟ صوم وصلاة. بنحل اي مشكله كبيره على المستوى الشخصي او على مستوى الكنيسه ازاي؟ ما عندناش غير دول. هي دي اسلحتنا، اسلحه محاربتنا كلمه الله الذي هو سيف الروح. في واحد بيقرا في الانجيل وبيحارب الشيطان. لما المسيح الشيطان حاربه على الجبل رد عليه بايه؟ رد عليه مكتوب، ما تجيش تلخبطني. لو النهارده جالك حد من طائف تانية وقال لك هو معقولة في الإنجيل مثلا لخبطك في أي آية؟ يعني إيه المسيح بيصلي ربنا يبقى ده مين ده؟ لو أنت مش فاهم حاجة هتتلخبط على طول. يقول له إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يبقى هو يبقى إلهه، يبقى هو إنسان. أي لخبطة. الكلام ده مع واحد مش عارف سهل اللخبطة، لكن مع واحد عارف هيرد. أوعى تكونوا مش عارفين تبقى شغلانة تانية. لازم تدوروا وتسألوا ودي إيه وإزاي وتفهموها. لازم يبقى عندك سلاح ترد بيه وتبقى فاهم وعارف، واللي مش عارفه تسال فيه وتدور. النهارده الميديا بقت مليانه والشراح بقوا في كل حته، وشيء جميل انك توصل لاي حاجه من خلال كتاب او سادياكي كخشفتي ظبيه. يقول لك يو كلام بقى اللي هو لا، بيتكلم ساديي الكنيسه اللي هم العهد القديم والعهد الجديد. بتردع الكنيسه، الكنيسه بتردع. بولس الرسول قال ردعتكم لبن لا طعاما، الطعام القوي للبالغين. وبولس الرسول في حته ثانيه يقول لهم كنت بينكم كمرضعه تربي اولادها. يعني بولس الرسول بيردع تعليم. فهو بيقول لها انت يا كنيسه سادياكي حلوين قوي. وسادياكي معناه ان احنا محتاجين الاثنين العهدين، لان في كنائس شطبت على العهد القديم خالص وقالت لا لا ده كله دماء ولازم ما ينفعش نتكلم الكلام ده. راحوا شالوا العهد القديم. فاحنا بنقول للكنيسه انت حلوه قوي، انت بتعلمينا من خلال العهد القديم والعهد الجديد. كل المواقف اللي في العهد القديم بتعبر لنا ازاي ربنا بيتعامل معانا، وازاي احنا نتعامل مع الله وكما كان وهكذا يكون. الله اتعامل مع شعبه في العهد القديم بالطريقه دي، ونفس القصه. واحد حاسس بظلم ومحنه كبيره يقرا قصه استير يشوف نفس اللي بيحصل معاه زي استير. يقول له يا رب زي ما حولت الأزمة الخير حول الموضوع ده الخير. واحد إخواته مش بيحبوه مضطهدينه يقول ياه ده لما بقرا قصة يوسف بحس إن أنا يوسف. كل القصص اللي في الكتاب المقدس تنطبق علينا في موقف ما. واحد شايف إخواته مش بيحبوه، أهو يوسف. واحد مثلا شايف
ابن اخوه مش بيحبه ابراهيم ولوط. اي قصه من مليانه تعاليم، اي قصه مليانه تعاليم، عهد قديم عهد جديد. فاقرا وقول انا فين من القصه دي، انا مش بقرا حكايات، انا فين من القصه دي. سميت قلبي يا اختي العروس باحدى عينيك. الحقيقه المسيح بيقول للكنيسه، بيقول لكل واحد انت بتاثريني قوي بعينين واحده. ايه بعينين واحده دي؟ لان احنا عندنا عينين، عين بتبص لجوه لحياتنا الداخليه وللقديسين وللمسيح ومشغوله بيه، وعين تانيه بتبص للعالم عشان ناكل ونشرب وننام. يعني احنا مش غاويين نبص للعالم، لكن ضروري نشتغل وضروري نعيش عشان نعيش، لكن مش مركزين في دي. فبيقولها حتى بعينيك، عينيك المهمه اللي هي بصالي دي، هي دي اللي هماني. فاهمين معناها ايه؟ بعينين واحده انا بحس ان انت مهتمه بيا. يعني انا عارف ضروري بتشتغل وعندك عيال وبتروح المدرسه وبتودي علم المدرسه وبتطبخي ومش عارف، بس مش ده اللي بيبسطني منك. ما كل الملحدين بيعملوا كده، ما كلهم بيشتغلوا ويربوا عيالهم وياكلوهم، بس مش ده اللي بسطني منك. اللي بسطني منكم ان انتم مركزين معايا بالعين الثانيه. فبيقول بتسبيني وانت صحيح عايشه في العالم لكن مركزه معايا. انتوا جمال قوي في عينيا وانا حاسس ان انتم مهتمين بيا. انا بما اننا يعني في اجتماع فاتكلمت عن العلاقه الحب اللي هو ده الحب الزيجي اللي بنشبه بيه محبه العروسه بالعريس. الكنيسه بتحب المسيح والعروسه المفروض تحب العريس على هذا المستوى. انا اكتفي بكده عشان اسئله فيها كلام كتير. مش الموضوع يعني إيه، يعني اللي بتقول انها عندها مشكله مع اعترافها خلاص تاخد حل وتشوف واحد تاني. نشكر ربنا ان هنا الموضوع فيه اوبشن كتير. يعني النصايح من ناحيه المتزوجين حديثا، من ناحيه الاهل والعلاقات الاجتماعيه، ينصح، انتوا عارفين في طقس بيتعمل في الاكليل ان العروسه تدخل في ايدين باباها وبعدين يجي العريس يروح ايه واخدها، اسمه استلمها. هو بيستلمها كده من على باب الكنيسه او من قدام المذبح عشان نقول معنى ان هي انفصلت عن باباها او من يعولها وبقت تبع مين. ساعات الفصل ده بيحصل شكلي كده بس طقس في الفرح، لكن ما بيحصلش بقى. في كتير من الزيجات بتفشل اذا فضل احد الطرفين مرتبط باهله تماما ومتدخلين في كل حاجه. المفروض هو يستلمها ويبقى مسؤول عنها. صحيح هو بيستلمها بس شويه صغيرين كده وهي بتستلمه على طول بقى ربنا معاه يعني. يعني هو بيستلمها بس منظك، لكن هي بتستلمه على طول يعني. لكن ما علينا، المهم ان الطقس حتى بيقول ان انت لازم تعرف ان انت انفصلت. يعني لو اتزنقت ارضاء اي طرف اهم بصراحه بيتك، لازم تبقى واضحه قوي. ما حدش يرضي البابا والماما على حساب مراته او العكس، او على حساب جوزها. في بعد شويه بابا وماما هيسيبوك، كل سنه وانت طيب، بيتك هو اللي باظ. ده كلام يعني لازم يبقى واضح حتى من طقوس الكنيسه، بيقول لك انت الان المسؤول عنها من بعد والديها. يجب ان تسرع الى كل ما يسر قلبها. بتبقوا غالبا انتوا بتتفرجوا بس على يعني على حاجات ثانيه لكن مش مركزين. انما لازم من ناحيه الاهل اذا زادت هيبقى في مشاكل كتير قوي. ايه رايك لو يعني واحده اتجوزت واحد ومش عايزه حاجه من الدنيا خالص غيره، صح كده ولا غلط؟ يا ريت يا ابني يا ريت ده يكون موجود. يعني الصنف ده مش عايزه حاجه في الدنيا غير جوزها، ده كلام رومانسي قوي يعني. كويس قوي الصنف ده موجود. واحده مش عايزه حاجه في الدنيا غير جوزها، ده كويس قوي. اهو
كلام بس يعني لو يكون صحيح يبقى كويس قوي، مش غلط طبعا. بس المسيح قال من احب ابا او اما اكثر مني لا يستحقاني. حد بيسال عن الصلاه على المنتقلين ومواضيع اخرى؟ باختصار الصلاه على المنتقلين فيها نوع من الوفاء. مجموعه اسئله انا هجاوبها، يعني بيسمعونا بيحسوا بينا. من مثل الغني والعازر، الغني قال له ده انا شايف قرايبي في العالم ماشيين في نفس السكه ما تبعت لهم حد، معناها ان هو حاسس بيهم. حتى الشرير حاسس بقرايبه ماشيين في نفس السكه الشر، بيقول لهم ما تبعت لهم حد يلحقهم بدل ما يشرفوا عندي هنا، قول لهم حد. قال له عندهم الانبياء. طب ابعت لهم حد؟ قال له لا مش هبعت لهم حد. يشعروا بينا ابرار او قديسين، لان الروح لما بتنتقل يا بتروح الجحيم اذا كانت شريره، يا بتروح الفردوس وهو يعني كانه حاله انتظار، انتظار المجيء الثاني. فشعارين بينا. فلما نذكر واحد تنيح ده نوع من الوفاء، زي ما يكون واحد كان معانا وسافر، من ساعه ما سافر ما حدش اداله تليفون يقول له انت فين، بالشهور وبالسنتين وبالثلاثه. لكن في واحد سافر كل شويه بنسال عليه انت فين، وحشتنا. فكويس قوي ان هم بيمتنوا، الاشرار والابرار بيمتنوا ان احنا بنذكرهم، وبيمتنوا ان احنا بنعمل صدقات باسمهم وتذكار ليهم. والصلاه عليهم كمان مش بس خاصه بيهم، بتفيد اللي حاضرين الصلاه. يعني الصلاه مش بس عشان المنتقل، نفس الناس بتحضر الصلاه. في ناس ما بتدخلش الكنائس للاسف الا عشان تجامل، ففرصه يحضر صلاة ويسمع كلمتين ربما هو تجتذب لربنا. كمان الصلاة عليهم بنقرا له التحليل كأنه عايش، وبنقرا له التحليل بتاع الاعتراف لما تعترف. ليه؟ عشان لو هو مثلا كان الشخص ده تاب وما اعترفش فبيتقري له تحليل. يعني افرض هو كان تاب عن حاجات وقدم توبة لربنا كده بس ما جاتلوش فرصة يعترف بيها، الحاجات الأخرانية دي بقى ممكن بيتقري له تحليل عنها. لكن الحاجات اللي مات وهو مش تايب عنها دي اللي ما بنعرفش نعمل فيها حاجه. الصلاه في الحاله دي لن يفيده خالص. يعني واحد حرامي مات وهو بيسرق، طلع يسرق من الدور الرابع فوقع مات. هو اساسا يعني ما تابش، ميت في حاله تلبس يعني. فمش هيفيده بقى الصلاه هنا. حدود استعمال الميديا في البيت. الميديا دي بقت مشكله كبيره جدا جدا مع الاطفال اللي قاعدين طول النهار مش معانا، ماسكين الايباد والتليفون وما بيسكتش الا لما تديله التليفون يلعب بيه، وعارف ازاي يقلب وهو لسه سنه صغير خالص، ويخش على اليوتيوب يجيب الحاجه اللي هو عايز يلعب بيها ولا فيلم الكرتون. واحنا عشان كده ككنيسه بنفكر هو بيتعلم كويس قوي من كل حاجه بيشوفها، حتى الالعاب اللي فيها عنف في منتهى الخطوره، لانه بيتعلم ازاي ينط من على سطح البيت وبعدين يكسر البيت وبعدين يسرق. يعني هتعلمه ايه ولد صغير؟ وبعدين طلع له البوليس فموت البوليس. الله، ده بيتعلم يعني ان هو صغير كوارث، وفاكرينها لعب لكن هي مش حلوه خالص. عشان كده الكنيسه بتحاول تعمل من خلال نفس الميديا الحاجه بقى اللي تبنيه واللي تفيده. وعايزين نعمل له فيلم قصه المسيح وقصه العهد القديم كلها، وبنحاول احنا بنخش بنفس القصه ما دام يعني العالم بيحارب انه يدخل له افكار غلط من القصه دي، بنحاول احنا نظبط. مش قادرين نوقف الميديا، الميديا زحفت بطريقه يعني فعلا بقت صعبه. لكن البيت الشاطر اللي يحدد، بس هنا الولاد صعبه جدا، بتصرخ وتعمل وبعدين عشان يسكت يقول له خلاص خد 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 عشان تسكت عشان دماغي انا غلط. لكن لازم يتحدد وقت. انا في رايي يعني ساعه كفايه قوي في اليوم مع طفل، لكن 7-8 ساعات قاعد بيلعب تليفون كل يوم وانت مش عارف تعمل كنترول عليه، وغير كده يخرب الدنيا، وعشان ما يخربش الدنيا تقوم تقول له خلاص خد عشان تهدى، انت كده بتسيء. يعني المفروض تسيبه يتفلق ويعيط ويخرب الدنيا ويعرف ان هي ساعة يعني هي ساعة، انت اللي بتقول مش هم اللي بيقولوا. اذا الموضوع فلت منك مش هتعرف تسيطر عليه بعدين. والولد بعد شوية هيخش في سن تاني بتاع مراهقة،
والميديا كلها مشاكل، وهتلاقي الموضوع اكبر مما تتخيل يعني. فيستحسن انك تعمل عليه كنترول بالعافيه. انا عارف ان ده موضوع صعب وبنعاني مع ناس كتير، لكن هو ده الصح، ان يترشد يعني ساعه حسب السن وحسب الظروف، وبعد كده في مذاكره، بعد كده في قاعدين مع بعض. ده ساعات تلاقي البيت كله قاعد، كل واحد ماسك تليفونه، قاعدين مع بعض ومش دارينين ببعض. ما ينفعش، مش هتقدر. بيقول لك مثلا لو حبيت تجمع الاسره كلها تقعد مع بعض، افصل الراوتر. طلعوا كلهم قعدوا مع بعض، كل واحد قاعد يشوف الحاجات بتاعته والواتساب ومش عارف المسجات، ما حدش داري بحد. للاسف عمل مشكله كبيره، لكن الحل الترشيد. نشكر نيافه الحبر الجليل الانبا بكير على الكلمات الرائعه، والحقيقه يعني سفر نشيد الانشاد من الحاجات الجميله في الكنيسه، من الحاجات الجميلة. سيدنا بسط لنا السفر في مقدمته، ونتمنى من سيدنا بنرجوه ان هو يدينا يوم في اجازة جاية، اي جمعة جاية، عشان الكل يستمتع بوجود نيافتك معنا سيدنا. نتمنى يعني. في اسئله يستحسن يبقى الكلام فيها مع صاحب الموضوع. اللي هجاوبه مثلا بيقول حماتي هتزورنا وهتستقر معانا، فالظاهر انه ايه يعني الموضوع مش بسيط. على فكره الموضوع ده يعني اللي عايشين بره مصر حاسين بيه اكتر. الاول حماه وحماته يزوروه، وبعدين يقعدوا، فتلاقي البيت ما بقاش بيتهم، تلاقي الطرف الثاني عشان يحل الموضوع يروح هو جاي كمان بابا ومامته، ونقعد بقى يعني في قصه. امال يعني ايه ينفصل عن بابا ومامته؟ مسموح انهم يجوا في ظروف معينه، بتولد تتعمل لها زياره عشان تقعد جنب بنتها في الولاده، حاجات زي كده. انما اتنين فاضيين او حماته فاضيه ولوحدها تستقر معاها، طبعا طبعا مش هيبقى في راحه. ولازم الطرف اللي بيجيب اهله عارف ان هو كده بيضغط على الطرف الثاني، لازم يعرف انه بيمارس نوع من الضغط عليه، وان الوضع ده مش مفضل الا في ظروف مؤقته. يعني هنيجي نقعد نستقر نعيش معاهم على طول؟ مين قال ان الوضع ده مش هيعمل مشاكل؟ لازم هيعمل مشاكل. فلازم يعني يبقى هو انا عارف الاول، الا اذا كان في محبه شديده. وحتى لو في محبه شديده بنخاف ان الموضوع بعد كده يجي فيه اي حاجه تعكر الكوبايه. فلازم يبقى يعني بالاتفاق الاثنين وبرضا. اي طرف مش راضي يبقى ما تضغطش عليه، لو ضغطت عليه توقع المشاكل، لان هو مستني اي حاجه تحصل عشان يقول لك شفت، مش انا قلت، انا قاعد مستني. فمش مفروض يتعامل بالعافيه، لازم بالرضا التام من الطرفين، وبرضه مش مستحب. حد بيقول انه جوزه عصبي قوي او هو ويشتم يعمل ايه؟ العصبي واللي بيشتم ده برضه ما نتظلمش قوي، لحسن ساعات الواحد بيصدق احد الطرفين. يعني انا فاكر مره كنت في موقف من المواقف في احدى البلاد، يعني بلد ما، الساعه 12 بالليل كنت نازل بزور ناس وموصليني، وانا نازل قابلت شاب. اهلا حبيبي ازيك، انت ايه في الشارع؟ ماشي في الشارع الساعه 12 بالليل معيط، مالك؟ قال لي ماما وبابا فوق. قلت له ما انا عارف انهم فوق. قال لي لا بيضربوا بعض. فانا سبت لهم البيت ونزلت. ماما وبابا دول ناس كبار المفروض انهم عاقلين جدا. قال لي ممكن تطلع معايا؟ قلت له ماشي. فسبت الاخ اللي موصلني ده باي باي انت وانا هطلع معاه. فطلعت معاه، اول ما اتفتح الباب من الدور، يعني هم في دور عالي من الدور اللي قبليه، الخناقه جايبه اخر الدنيا. دخلت بقى لقيت حاجات بتتحدف والبيت كله متحدف،
دخلت لقيتها واخده حته بوكس ازرق كده، قالت لي شفت؟ طبعا مش هقدر اروح الشغل، هقول لهم ايه؟ انا طبعا عملت فيها يعني ايه؟ انت ازاي تعمل كده؟ وقعدت ازعق له، الراجل ما بيردش عليا خالص. وازعق وازعق يعني في الاخر خالص قال لي مش احنا رجاله زي بعض؟ قلت له يعني ايه؟ عايز ايه؟ قال لي ممكن اقلع القميص؟ اقلع القميص، اقلع القميص، لقيت جسمه شوارع. قال لي انت عارف انا في الاخر ضربتها لما حصل ايه؟ لما عماله تضرب فيا بكل البيت حدفته عليا، في الاخر انا مش دريان بنفسي. يعني انا بزقها كده جت في عينيها شايف اللي هي عامله فيا قبلها، فهي بصت له كده انا مش فاكره ان انا عملت كده. فاكتشفت ان احيانا ساعات واحد يتهم انه عصبي وانه غلطان وانه بيضرب، وبعدين تدور في الموضوع تلاقي التاني يعني الحكايه مش فارقه. فبقيت دايما ابقى حساس لما واحد يقول لك التاني بيعمل، طب بيعمل كده وانت ملاك ولا بيعمل كده والعمليه كلها عايزه علاج من الاول؟ ساعات يبقوا الاثنين عايزين علاج، مش واحد بس بيشتكي من التاني. عشان كده الموضوع محتاج يبقى اثنين بالتحديد، وحد عارف الاثنين، انت غلطان وانت غلطانه. مفيش حد، ما تصدقش ان يبقى في دايما طرف واحد غلطان، ده في 1% من الحالات، لكن غالبا الطرفين غلطانين. لكن لما بتسمع الشكوى من اي واحد بيطلع نفسه ملاك والتاني يعني صعب جدا. لكن طبعا مفيش حد. بولس الرسول قال ان المراه لما تمتنع عن زوجها لازم يكون على موافقه، الموضوع ده ما يبقاش سلاح للتهديد. وبولس الرسول المتبتل هو اللي اتكلم في الموضوع ده مش المتزوج، لان الموضوع ليس عن خبره ولكن الامر امر روحي. وقال محدش يمتنع عن التاني الا على موافقه، علشان لئلا يجربكم الشيطان. يعني قال الموضوع ده لازم بالاتفاق، مش سلاح بحد من الطرفين بيحارب بيه التاني. تقريبا خلاص كده. امين. كريا ليسون امين الليلويا السابتري كيو كيو جبن ابناتي كاني كاي كي سوسيونا سونيونا نامين تنور بن شايس يسوس ده خريستو سمونير انت في ماري بك ما ينتي كيري نو يسفتن بك لاو ستي مونو انا نانا كيتشي تخيري سمس كريا ليسون كريا ليسون الله يترأف علينا وباركنا وانزل وجع علينا وارحمنا. خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الابد. ارفع شأن المسيحيين بقوة الصليب المحي بالسؤالات والترباط التي ترفعها عنا كل حين. والد لا قديسة طاهرة مريم وكل مصاف الشهداء القديسين وصلوات المريمين العجيب والبابا كيرورس، صلواتهم وهبتهم ومعاناتهم وقوتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كل الابد امين. بخريستوس بنوتي امين. اساشوبي يا المسيح الهنا ملك السلام، اعطينا سلام اقر سلام وكفر خطايانا، لك القوه والبركه والعزه والمجد للابد امين. اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد للابد. حبه الله الاب ونعمه الوحيد وشركه وعطيه القدس مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب معكم. مع روحك ايضا.